كنت لسه هقول لحضرتك، يعني انا بقى قبل ما اخش في السؤال ده عايز اسال برضه حضرتك كمدير فني كبير، ايه افضل التصرفات او اداء موسيماني خلال المباراه؟ قلت لا ده احنا فعلا عندنا مدرب رغم ان هو بقى له فتره صغيره معانا ما كملش اسبوعين، لكن نقدر نقول انه مدرب عنده شخصيه وشخصيته تتلائم مع شخصيه لاعب النادي الاهلي. اهم حاجه هني ان انت تبقى كسبان، وبعدين لما تكون بتلعب بره او حتى وانت جوه ساعات تبقى عايز تحافظ على المكسب، صحيح، تبقى مكتفي وتبقى يعني كانن وتلعب زون ديفنس وتطلع باستحياء في الهجمات المرتده، لان انت برضه بتلعب فرقه كبير طبيعي طبعا كبير وبتاع، لكن لما يعني تبقى كسبان وتبقى مستمر كمان في ان انت على طول تروح للجون الثاني وبالزياده العدديه بالشكل دوت ومن كل الجوانب سواء من العمق او من حته اليمين ومن الشمال، اكيد ان الكلام دوت هايل جدا جدا بالنسبه للمدرب ان هو يعني يدفع اللعيبه لهذا الامر ويبقى في استمراريه طول الوقت، اكيد ان دي حاجه تتحسب له وكمان تتحسب للعيبه بشكل كبير جدا. اكيد يا كابتن، وكمان على يعني مستوى كمان التغييرات، وانت عارف طبعا ان حضرتك مدرب كبير، المباراه مشيت بكذا سيناريو، السيناريو افضل ما يمكن ان يتحقق انك بتحرز هدف في الدقائق الاولى، ده سيناريو رائع، واتفق مع حضرتك ان يعني حتى اللعيب المصري متعود لما بيجيب جون خارج ارضه تلقائيا حتى لو المدرب ما قالوش حاجه بتلاقيه بيرجع من نفس الورق. يمكن وده امر طبعا صح. صحيح. كمان على مستوى التغييرات، يعني حضرتك برضو نشوف رؤيتك تغييرات موسيماني خلال المباراه. ما شاء الله، طبعا هو يعني كان في توفيق كبير جدا، بس انا عايز اقول لحضرتك كمان يعني ما شاء الله المدرب موفق بس كمان اللعيبه صحيح يعني ابدعت في الشق الفني اللي هم اشتغلوا بيه بشكل كبير جدا، وما شاء الله انت يعني سواء اللي ابتدوا مع التغييرات كلهم كانوا على مستوى هايل جدا 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 من الاداء الفني، مع كمان ان هم يعني حريصين جدا جدا على المكسب ان هم ما يكسبوش واحد بس ولا اثنين بس، بل يعني طول الوقت انت حاسس ان النادي هيجيب جول، وده امر طبعا اكيد اللي بيتحسب نمره واحد للناس اللي قاعده بره بتدير المباراه، نمره اثنين للعيبه، حاجه هايله جدا، ودي يمكن زي ما انت بتقول احنا فعلا كلنا او كل الفرق على مستوى العالم كله قليل جدا اللي بيجيب اجوان ويفضل مستمر ورايح للخصم بالشكل اللي احنا بنشوفه ده بالزيادات العدديه اللي هي كانت موجوده ديت، اكيد ان دي حاجه هايله جدا، مع الناس اللي كمان يعني الريزيرف اللي نزلوا كانوا على نفس المستوى اللي هم ابتدينا بيه المباراه. صحيح، وطبعا يعني لو تسمح لي اضيف كمان لحضرتك ان خلاص يبقى مش هقول حاجز الخوف لكن حاجز التردد وحاجز ان احنا بنلعب بره ارضنا ويبقى 1-1 كويس وصفر صفر كويس، اعتقد المباراه زي ديت بالاداء دوت بالشخصيه دي كمان بترجع النادي الاهلي، لان احنا بقالنا فترات طويله بره يعني في البطولات الافريقيه خارج الارض، فدي كمان بتعيد الثقه ان احنا قادرين ان احنا كمان انت بتلعب فريق كبير على ارضه وسط، مش هقول وسط جماهيره لكن على ارضه بتحقق النتيجه في كل الاحوال على ارضه. طبيعي طبعا طبعا باور كبير جدا لاي حد، هو لما يجي يلعبني على الارض هنا اكيد انا عندي باور هايل جدا ان انا بلعب على اكيد الأرض. اكيد مهم طبيعي لما تكون انت بتلعبهم على ارضهم ويبقى عندك انت نفس الباور اللي احنا بنشتغل بيه من جوه ويبقى جوه وبره بالشكل ده، فهذا حتى تدينا ثقه في فرقتنا وتحسسنا ان احنا ان شاء الله نقدر نكسب البطوله بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. سؤال اخير يا كابتن مختار، تتوقع او لو حضرتك موجود على راس الجهاز الفني حاليا تبدا المباراه بنفس التشكيله وبنفس الافراد ولا ممكن يكون في بعض التغييرات في الافراد؟ هي طبعا راجعه لل انت تكون عايش مع اللعيبه، هل في حد في حاجه؟ هل حد في يعني عنده في مشكله ولا حاجه؟ لكن لو ما فيش مشاكل اكيد افضل شيء ان انا ابتدي بنفس التيم اللي انا ابتديت بيه واشتغل بيه، وخلي بالك يعني احنا دايما بنقول ايه؟ ان المباراه النادي الاهلي عارف الكلام ده ان المباراه ما انتهتش، صحيح المباراه الثانيه فاضل تايم ثاني اللي هو هيتلعب هنا، وكلنا عارفين الكلام ده، بس هم عارفين الكلام ده اكثر مننا بكتير، لان احترافيه النادي الاهلي احترافيه على اعلى مستوى، ده حقيقي، وده امر اكيد الف ب الاحترافيه، انك هتلاقي الماتش هنا في مصر
ان انا مش ان شاء الله ان شاء الله مش هيفترض ان هو يكسب واحد ولا اثنين، انما لو راح لابعد من كده هيروح لابعد من كده وبكل قوه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن مختار، مختار طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، مدرب كبير واحد اساطير النادي الاهلي، نشكرك شكرا جزيلا، ويكون معانا كمان مداخله ان شاء الله بعد مباراه العوده يوم الجمعه، وبيأكد فيها النادي الاهلي انه ان شاء الله موجود في المباراه النهائيه. كابتن مختار شكرا جزيلا.